مساء الخير عليكم في تاني حلقة من برنامج هي وشطارتها. انا سارة امين ودودو دينا عبد الخالق زميلتي. عامله ايه يا سارة؟ ايه الاخبار؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه حلاوتك انت والله العظيم؟ ايه رايك احنا كده هنعمل حركات وتغييرات؟ قمر حبيبتي انت القمر. انا بقى كان اقول للناس كده لحبايبنا اللي لسه بادئين ان شاء الله يتابعونا عن فكره الانترو بتاعتنا. يس. احنا دايما بيسالونا ليه اخترتوا اسم الحلقه هي وشطارتها. احنا قلنا في اول الحلقه ان احنا اخترنا هي وشطارتها علشان احنا دايما بنشجع وبنفيد وبنشجع جدا شطاره البنات، لكن في الفقره دي هتبقى اسمها هي، هتبقى عباره عن لعبه كده صغنونه يعني هنلعبها انا ودينا مع بعض. yes. تبقى عباره عن البوكس اللي جنبها ده هنشوفه دلوقتي. البوكس ده هيكون جواه اسئله، هيكون جواه جمل ممكن تعتبريها رساله، اعتبريها لمبه ممكن تنور حاجه معينه في دماغك. ساعات احنا كبنات كده بنبقى متضايقين ساعات او محتارين في قرارات كبيره جدا ومش عارفين نعمل ايه. ممكن كلمه واحده احنا نقولها تغير حياتك وتغير حياتنا احنا كمان. بالظبط. عشان كده عايزين بقى نبدا كده اللعبه ونفهمكم اكتر، نبدا نتناقش يا ترى ايه اللي هيطلع لنا المره دي. يلا بينا. يلا بينا نجرب. شوف كده هي هتقول لك ايه. خلينا نشوف دي. اوكي اقري بقى كده. امتى اقول ان انا في مكان غلط او ان انا لازم انسحب وامشي؟ امتى اقول ان انا في مكان غلط ولازم انسحب وامشي؟ بصي انا حاسه انه بالنسبه لي انا يعني بقول ان انا همشي لما فعلا بجيب اخري. تجيبي اخرك بمعنى؟ يعني مثلا انا بفضل مكمله في الحاجه، سواء شغل سواء مواقف سواء علاقات، مكمله لحد ما اجيب اخري، لحد ما احس ان انا عملت كل اللي عليا يا جماعه. انا مش قادره ان انت تستحملي اكتر من كده. لو انا خلاص انا حاسه ان انا عملت كل حاجه، ممتنه لكل التجارب اللي انا عشتها، بس في نفس الوقت خلاص مش هقدر اكمل اكتر من كده، يعني حاسه ان هاجي على نفسي. اوكي انت شايفه ايه؟ بصي يا ساره انا معاكي في حته ان انا اسيب المكان ده لو انا فضلت عافر فيه وجبت اخري خلاص مش قادره اكمل اكتر من كده. بس في حاجات هتخليني اوصل للحته دي. حاجات زي ايه؟ حاجات زي مثلا زي اكون في مكان شغل خلاص في استنزاف عاطفي. بالمناسبه الاستنزاف العاطفي مش بيبقى في العلاقات العاطفيه بس، كمان ممكن يبقى في مجال الشغل، ممكن يبقى من ناس حواليكي بشكل او باخر. لا فاهميني يعني ايه قصدك بالاستنزاف العاطفي؟ انه حد يستغل مشاعرك يعني؟ بالظبط. تلاقي كل شويه مثلا حد يجي سيضربك ماشي ويقول لك اصل انا كنت تعبان، اصل انا كنت متضايق، انا ما كانش قصدي اعمل فيه كده، بيدي مبرر لفعل وحش هو عمله ويخش بطريقه بقى اللي هو ايه، عارفه الطريقه الطيبه قوي دي، تحسيه بيخش لك كده من نقط ضعفك، الحته اللي هي تعبان بشكل او باخر، داخله تعبانيه. بالظبط. ويفضل بقى مره واثنين وثلاثه وانت كل مره معلش لا انت بتحس ان طاقتك بتستنزف بشكل او باخر. لا طب انا ليه اعمل في نفسي كده؟ يعني انا بشوف ان في حاجات فعلا مش بتستحق ان انت تعافري عشانها، في حاجات زي كده باينه من اولها. فليه انا اكمل فيها كده؟ في ناس، بصي انا مثلا شايفه انه يعني في ناس زي ما انت بتقولي، في بنات بتقول ان انا خلاص انا عملت اللي عليا وشايفه من الاول ان الشخص ده مش نافع. أوكي. بس انا مش من البنات دي، يعني انا دايما بكون شايفه انه لا طب ما اكمل، طب ما يمكن، طب ما في امل، طب ما انا ممكن، طب ما على فكره ممكن يتغير، اي كان فيكس هيم على فكره. اهو انت بعد كده احنا نحتاج احنا اللي نفكس يعني. احنا نتعالج بعدها. بس صراحة انا شايفه كده، يعني انا شايفه اكيد في بنات ثانيه زيي بجد متصالحين جدا مع فكره انه انا ممكن اغلط، ممكن احاول مره واثنين وثلاثه وممكن افشل عادي، يعني ماشي. عادي اعمل كده. بمناسبه امتى ان احنا نقول ان احنا في مكان غلط؟ ساعات الحد التوكسيك ده خلاص يفضل يوصل لك مسج ان انت حد مش كفايه، وان انت حد فيكي خلل محتاجه تتغيري. بالظبط. شعرك مش عاجبني النهارده. طب انا كنت محجبه. ايه لا لا مش عاجبني. طب انا بلبس واسع، البسي ضيق. لا لا بصي البسي ضيق. ما لحقناش تشتغلي اقعدي في البيت تقعدي. انت عايز ايه؟ عملت لا انت قاعده لي في البيت طول النهار اللي هو طب انت عايز ايه؟ انا مش فاهمه. مش عاجبك حاجه بجد؟ عايز ايه؟ الصراحه انا معاكي، انا حاسه انه يعني خلاص يعني الناس دي ما ينفعش ان احنا نستحملهم. في ناس او بنات بتستحمل كده لاسباب انا بالنسبه لي مش منطقيه.
لا ساعات ناس بتعمل كده غصب عنها، بتكون حاسه ما عندهاش ثقه في نفسها وبتبقى الشخصيه ضعيفه شويه، شخصيه ضعيفه. عشان كده احنا في هي وشطارتها عايزين ان كل البنات شخصيتهم تبقى اقوى. احنا من موقعنا ده في شطارتها عايزين نبقى بنات قويه شاطره. احنا ان شاء الله هنوصل مسجات كويسه جدا للبنات. استنوا بقى البوكس بتاعنا، بوكس هي كل حلقه في كل اسبوع يمكن رساله كده تنور عندك حاجه، وهو مليان حاجات كتير قوي. المهم خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم بفقراتنا. ورجعنا تاني ليكم بعد الفاصل. فقرتنا دلوقتي مميزة جدا جدا، مش بس لان صاحبتها مميزة، لا كمان حاجتها مميزة ومختلفة بكل الاشكال. اول ما شفتها في ايفنت قعدت من كتر حلاوة الاوتفيت اللي كانت لابساه انا قعدت الف وراها في كل مكان هي راحة عشان بس اعرف تفاصيل الاوتفيت ده معمول ازاي. النهاردة هتنورنا ريهام عابد مصممة الازياء. ازيك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. ايه الحلاوه دي؟ ميرسي. الحاجات حلوه جدا. انا حاسه ان احنا ان الاستوديو بقى في حته ثانيه والله. انا حاسه بقى بقى جاليري، بقى متحف شيك قوي. ثانك يو حبيبي، شكرا شكرا. كلمينا كده، كلمينا بقى ايه عن غزل وازاي بدا؟ هو اسمه غزل، ايه بقى الاسم يعني ليه؟ ببساطه اسم بنتي، هو يعني ربنا يخليها لك. بنوتي الوحيده، عندي ولدين وهي اخر العنقود وبنوته الوحيده، ف لفيت كتير في اسامي كتير للبراند وعملت ري براندنج مرتين تقريبا. وده احلى واحسن اللي استقريتي عليه يعني. احسن حاجه استقريت عليها الحمد لله. هو حلو عليا يعني. هو حلو قوي، مميز الحمد لله. اوكي احنا بقى لنا قد ايه بقى؟ تقريبا اكتر من 12 سنه. واو ما شاء الله. بس انا ستارت في جده، بدات يعني اول ما بدات بجده وبعدين نقلت على دبي. اوكي. وحاليا هو براند اماراتي موثق من الاقتصاديه دبي. حلو جدا ما شاء الله. فالحمد لله. وبعدين ابتديت بقى لي سنتين او سنتين ونص تقريبا في مصر. الحمد لله التيم اللي معايا بيغطي مصر وبيغطي الاوردرز اللي في مصر، وبنعمل كمان كاستم يعني اوردرز على حسب السايز. اوكي. فالحمد لله يعني الحمد لله في مصر كلموني في انترناشونال فاشن اوورد ومثلت مصر في المهرجان من شهر. حضرنا وكانت حاجه كانت تحفه يعني. احنا معانا صور لو ممكن نشوفها. طب قولي لي يعني ايه بقى اللي خلاكي من السوق السعودي والاماراتي الصور نوصل لمصر؟ اولا بلدي يعني لا غير عنها، وليها معزه خاصه طبعا عندي. وكمان انا حسيت انه في نيد مهمه جدا جدا للمودست هنا في مصر، يعني في احتياج لللبس الواسع او المحتشم مش فعلاً موجود بشكل كبير. وحتى اللي موجود مش حاجات اليجنت يعني، مثلا تقالي انا لابس ماستر بيس او كده، كلها حاجات عاديه او حاجات مش الطف حاجه. لما تلاقي حاجه فعلا يعني شيك او مميزه يعني قليل قوي. الحمد لله عندي خبره في العبايه الخليجي، فعملت ميرج كده ما بين العبايه العصريه بالذوق المصري بما يناسب. أوكي. مع الذوق المصري ومع الذوق الخليجي. أوكي. فيعني عملت لينك كده حلو جدا مختلف ما بين الذوقين مع بعض. فالحمد لله دي اكتر حاجه كومنت بتوصلني، ان هي حاجه راقيه جدا جدا ويونيك وفعلا متفرده يعني. ف بيوصلي دايما كومنت حلو قوي وبيتكرر كتير ان انا بكون واثقه في نفسي لما بلبس من عندك. طب انا عايزه اعرف حاجه دلوقتي، لو انا عايزه البس من براند غزل ايه المناسبات اللي انا ممكن احضر بيها يعني البس اللبس بتاع غزل؟ يكون عندي مناسبه ايه اجي عندك؟ بصي دايما يعني رمضان طبعا رقم واحد طب يعني. بعد كده الحمد لله بدانا ندخل في السواري والابريميدين. طبعا النهارده انا جبت لينك بسيط من يعني من الكوليكشن اللي قدمتها في الفاشن شو. حلو هي هوت كوتيور اكتر، وحاجات كلها شك خرز هاند ميد. صعب جدا مختلفة يعني، لانه جالي طلبات كتير على الافراح وسيزون الافراح طبعا الفتره دي، فابتديت ان انا ادخل في لينك السواري. طب انت مثلا البيس ممكن تاخد منك يعني تايم قد ايه؟ على حسب يعني ستايل او موديل البيس يعني، على حسب. في ممكن ما تاخدش كتير، ممكن تاخد اسبوع، ممكن تاخد شهر. انا كل الحاجات اللي شفتها لا حاجات يعني متعوب عليها قوي، وحاجات كمان عايزه حد قاعد بقى عارفه
تفاصيل قاعد اعمل كده بالظبط. انا جاهزه بدايه من اني احط الفكره وان انا اشتري الماتيريال وبعدين نبدا ننفذ. ممكن كوليكشن الفاشون اخذت مثلا فاشون شو اخذت 3 شهور تقريبا تحضير. واو. من اول ما ابتديت انا افكر في الموضوع اصلا واتعرض عليا وان انا اخذت الخطوه يعني فاخذت فتره طويله كان شويه. هل انت مثلا بتارجتي سن معين او ستايل معين؟ انت قلتي المودست او اللبس الواسع او المحتشم. هل مثلا دلوقتي لو انا واحده بشعري هجيلك هل ممكن يناسبني حاجات او انا عايزه افصل على مزاجي حاجه معينه؟ اكيد اكيد طبعا احنا بنستقبل كل النيد بتاعه العميل وبنشوف هو محتاج ايه وبنعمله بما يتوافق مع ذوقه ومع الماتيريال المتاحه معانا بالشكل اللي يطلعه فعلا متفرد ومختلف ومبسوط قوي بالنتيجه. يعني لو جبت لك صوره انا عايزه اعمل زيها تعملها لي؟ بعملها بس بعملها برضو بتاتش يعني بتاتش غزل. بتاتش غزل. ما بحسسش العميل ان انا غيرت من المود اللي هو عايزه وفي نفس الوقت بحافظ على الستايل اللي هو حبه وفي نفس الوقت بحط بصمتي. حلو قوي. عظيم جدا. طب انا عايزه اعرف الاوتفيت اللي انت لابسه يعني. هو تو بيسز. حلو قوي. ده كاب برضو صح؟ كاب وتحتيه لان هو ترند السنه دي برضو في المودست وير يعني. اوكي. الكاب والبشت هما بيسموه بشت في الخليج. ايه بقى البشت؟ البشت, البشت اللي هو يعني شبه اللي على المانيكان شويه لو حبينا نشوف. اوكي. اوكي. بتكون اكمامه اقصر او ممكن تكون فتحه اكمام بس كده يعني ويكون اوكي يعني مثلا تبقى مفتوحه. او كم قصير تلتين كده وبيكون ستايلز شبه الكاب المصري يعني بس هو اسمه بشت او البشت. انا استخدمت شيفون بروكار مطعم بالحرير علشان يدي الفلوري تكون 3 دي كده مجسمه وكمان طعمتها بالكريستالز السيلفر والستونز اللي هي الرويال بلو الازرق البارزه. أوكي. دي في بالورد شكله لطيف جدا ويعني سامبل وفي نفس الوقت في حاجه في شكل مختلف. انا عندي سؤال. كل بيس يعني انت بتعملي ديزاين بتاعها ولا بتنسبايرد مثلا من حد؟ تبقى الهام إيه؟ مثلا من صوره معينه تشوفي صوره تقلديها؟ هي يعني اوقات انا بديزاين طبعا وبرسم السكتش ساعات بعتمد على بعض الاقتباس من بعض الموديلات العالميه علشان انا اونلاين بتعامل اونلاين معظم الوقت يعني مع التيم بتاعي فبيكون صعب انه انا اشرح يعني لو انا موجوده لايف يكون سهل ان انا ارسم السكتش واكلمهم لايف واشرح. أوكي. فساعات بعتمد على السكتش لو انا موجوده وساعات بعتمد على حاجات اوصف عليها الستايل اللي انا حابه ان انا انفذه. طيب انا الصراحه الحاجات عجباني جدا وعايزه اقوم كده ايه انا حاساكي هتعملي لو المخرج يسمح لي يعني عايزه اقوم اتفرج على الحاجات بنفسي. براند غزل انا ده لفت نظري اول ما شفته يعني انا يعني حسيت والوانه تحفه حسيته الواني قوي. انا الموف مع الاخضر كمان خطير. هو الماتيريال اللي انا بعتمد على الماتيريال كلها من الخليج من دبي من السعوديه فهنا الماتيريال تفته هندي مطرزه مطعمه بالتطريز البارز والسرمه. لا انا اشوف الحلاوه وريني. لا تحفه. بصي عجبني انا قوي. حلو قوي. قولي لي دي ماتيريال ايه؟ ده يعني ده اساسا بيستخدم كساري الساري الهندي. الساري ايوه ستايل هندي وانا بستخدمه بوظفه في ان هو يكون كارديجان او عبايه بستايل مختلف تماما وده مرهق جدا طحفة. جدا في توظيفه خطير. ياخد وقت ومجهود عشان تطلعي من الساري قطعه عاديه ده صعب قوي قوي. طب انا البسه على ايه لو انا عايز البسه كاجوال؟ اكيد مش على انا لابسه ده طبعا اكيد ليه ستايلنج معين. ممكن تلبسي توب ابيض وبنطلون جينز. بنطلون جينز يعني بينفع جدا جدا مع اي الوان. اوكي ممكن على هيلز كمان. خطير خطير. هيلز مفتوحه يبقى خطير. لا انا عايزه اجرب حاجات ثانيه بقى يعني اشوف عايزه اجرب حاجات ثانيه. لينن القطن عشان طبعا الصيف وكده فهتلاقي خامه لينن قطن بعديها. لين القطن؟ القطن الكتان اوكي. خفيفه جدا جدا ومناسبه قوي لاجواء الصيف طبعا ومطرزه بشكل فانسي كده ولطيف قوي ومختلف. يا حياتي ده حلو قوي. ممكن تجربيه. تحفة. ده تطريز برضو معمول مخصوص لينا احنا بنعمل الديزاين وبننفذه. حلو قوي. الستايل المختلف ده عاملة منه كذا فكرة يعني. احكي لي كده عن ميكس الالوان يعني الاخضر مع الجراي مع البني مع الاحمر. هي حاجات لو حد سمع الالوان دي مع بعض هيستغرب هيقول لك دي مش هتماكس مع بعض بس هي قدامنا خطيره. هو الطبيعي يعني الانسان لو لبس حاجه معتاده مش هتبقى واو يعني لازم نعمل حاجه اتراكتيف شويه عشان تبقى فانسي. انا لازم اقيس ولازم اجرب الحاجات عليا ولازم يعني حاسه هو تحفه يعني الوانه هو طويل عليكي شويه بس هو تحفه يعني انا عمري ما البس الالوان دي مع بعض حاسه ان هي حاجه
حلوة قوي مترقعة. حسيني كده يعني بفكر اروح بيها فين، ممكن اروح بيها فين يا دينا يعني ستايل كده مثلا؟ بصي انا حاساها رمضان اكتر. رمضان ماشي. او خروج خفيف تصوير مثلا، ممكن اتصور بيها في مكان سيشنات بقى معينه بقى انا عربيه، لو احنا عايزين نعمل هنا في مصر سيشن عربي او كده ممكن في الحاجات برضو دي. في الصيف خروجات سريعه لو بنات محجبه صح، لانها خامتها خفيفه جدا يس. وساعات كمان بتتلبس مثلا على بنطلونات قصيره او كده بتبقى حلوه قوي فعلا. لا خطيره، انا صراحه تحفه عجبني جدا. حلوه قوي يا ساره. لو دينا بقى تحب تجرب برضو ستايل تاني لانه انا عندي كذا لاين، فهتلاقوا فرايتي كتير ومختلفه جدا. انا بقى ايه هقوم اجرب لازم واتفرج يعني لازم يعني لازم تاخدي التجربه بنفسك لحد ما مدينه تقوم. انا دلوقتي عايزه اعرف حاجه بالنسبه التيم بتاع غزل. عايزين نتكلم، اكيد اي براند ناجح بيكون فيه عوامل كتير للنجاح. ايه اكتر حاجه بالنسبه لك؟ انا لقيت حاجه ساعدت في كده، في حاجه عجبتك هنا قبل بس ما اجاوب على السؤال؟ تحفه ده خطير لوك ده كاب كاب يتلبس على دريس، ممكن على دريس او توب وبنطلون برضو يبقى لطيف جدا. هي ستايل رويال كده، وده من افغانستان اصلا. الكريستال اللي فوق الماتيريال اللي فوق الشيفون مطعم بالسيرما وبالكريستالز وبالميرور لانه الحمد لله يعني السوق متاح شويه في دبي انه يكون فيه فرايتي كتير. هو من الكاب عشانك تحط كده بس كاب كده على الكتف حلوة قوي. زي ما بقولك انا يعني يعني بتعمد ان انا اسوق ازور كل دولة لان الاسواق هناك فيها معارض. ده شيفون، ده شيفون. شيفون منين بقى؟ انا حاسة في دولة في الموضوع ده منين؟ حلوة قوي شيفون مستورد. بس انا قصدي ان كل خامه زي مثلا الهندي هنا افغانستان هنا في اسباني لانه في معارض هناك دوليه لكل الماتيريال فبتيجي راسا من كل دوله، مش إن هو مستورد مجرد انه مستورد لا، يعني اللي بيبيع نفسه هو افغاني، اللي بيبيع ده من روسيا. السوت اللي فيها الفروع او الليفز دي لانها حاجه جديده جدا، و3 دي برضو برنت هي، ولكن انا طعمتها كمان بالكريستالز والاطراف بتاعتها متفرغه ومقصوصه ليزر فبتدي كده فوليوم وبتدي شكل كده مجسم لطيف جدا جدا، اللي هي اسود في اورنج في اوف وايت. حلوه قوي. طب احنا يعني عايزه بقى جبت السؤال بالنسبه لتيم غزل كده، يعني عايزه اعرف ايه اكتر حد او اكتر عامل من عوامل النجاح لبراند غزل؟ هل التيم؟ هل الفكره؟ هل يعني قول لنا كده ايه اكتر حاجه بتبين الشطاره؟ والله هو توفيق من رب العالمين، الحمد لله ان ربنا يعني هداني بالتيم اللي معايا، والله هي هديه من ربنا ودايما اقول كده الحمد لله. يعني انا بشكرهم جدا جدا ووجه لهم رساله من هنا، يعني انا بجد من غيركم ما كنتش قدرت اوصل لاي حاجه. للاسف وقتنا خلص بجد، ما كناش عايزين يخلص خالص. حاسين ان احنا مبسوطين والحاجات مختلفه وفي قصص وفي دول وفي يعني حاسه ان احنا سافرنا كذا بلد في نفس الوقت. يعني ميرسي جدا بجد ان انت كنتي معانا، ويا رب وشنا يبقى حلو عليكي. ميرسي. انا وان شاء الله وشك حلو علينا جدا أكيد باذن الله. وبرنامجه لطيف جدا جدا وفكرته واسمه يعني فعلا مختلف، وان شاء الله يا رب يكسر الدنيا. يا رب يا رب. بشكرك جدا وللاسف يعني لازم اختم الفقره. بشكركم وكانت فقره حلوه قوي قوي، وممكن يعني اخد كده كلمه من رهام كانت بتقول ان حلمك مسؤوليه. ما اعتقدش ان انا عندي حاجه تانية بعد الكلمه دي، انه فعلا حلمك مسؤوليه. هنطلع فاصل بس المره دي هنرجع على تصوير بره، مش هنكون هنا، هنكون شكلنا مختلف في مكان مختلف، خلاها مفاجاه. هنروح فاصل ونرجع تاني. موجود بسبب هي، فاحنا النهارده موجودين في واحد من اقوى البراندات الموجوده في مصر لهدوم البنات والستات، براند زين. بس خلوني الاول ارحب بزميلتي اللي هتكون منورانا في كل الحلقات. عامله ايه يا ساره؟ ايه الاخبار؟ خلينا نرحب بدكتور احمد. يلا بينا. ازيك يا دكتور؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ يعني احنا جايين في مكاننا، يعني شطارتها في ان احنا قادرين البراند يبقى بنات حتى لو صاحبه راجل. كل الحاجات الترندي او الحاجات اللي البنات بتدور عليها موجوده بكواليتي عاليه قوي. كلمنا بقى اكتر عن فكره البراند، انت بدات ازاي؟ بدات من كام سنه؟ احنا دلوقتي بقالنا في الماركت حوالي 10 سنين،
احنا يعتبر البراند بتاعنا يونيسكس، رجالي وحريمي، بس احنا مهتمين اكتر حريمي اكتر طبعا. طبعا يعني واضح. لانه الاغلبيه البنات بتشتري اكتر. اوكي، القوه الشرائيه الاكبر طبعا. اكيد يعني احنا بنشتري في المناسبات كده بس يعني حقيقة. الحمد لله بدانا من 10 سنين. احنا اصلا البدايه بتاعتنا كنا بنستورد في تركيا، قعدنا فتره نستورد في تركيا، وبعدين بدانا نصنع البرودكتس بتاعتنا كلها في تركيا. فتحنا خط الانتاج بتاعنا الحمد لله بفضل ربنا، وبقينا بنعمل كل حاجه عندنا، يعني من اول الخامه بتيجي من بره، الخيط، الزرار، السوسته، كل حاجه بفضل ربنا بنجيب حاجتنا من بره وبنقفلها، والحمد لله يعني معانا تيم متكامل من ستايلنج للموديلات وكل حاجه والحمد. انا لفت نظري ان الحاجات كلها اللي هي الحاجات الترندي اللي دلوقتي طالعه موضه وكل البنات بتحب تلبسها، موجوده في براندات عالميه ولكن باسعار خياليه، فهي هنا تعتبر موجوده بربع الثمن يعني كواليتي اعلى من الموجوده في السوق. الحمد لله الحمد لله، احنا بس لو خدنا الفرصه باذن الله هيبقى المنتج المصري يقدر انه ينافس ويقدر انه يبقى له مكانه في الماركت العالمي كله، يعني لان احنا الفكره الجاب اللي حصلت في الدولار وفي السعر خلتنا قادرين ان احنا نجيب ماتيريالز حلوه جدا ونقدر ان احنا نقفلها بشكل يعني الحمد لله احترافي جدا وبشكل كويس جدا يعني الحمد لله. طب الديزاينز والحاجات دي مين اللي بيحددها، او مين اللي يقول مثلا احنا هننزل البيس دي هي اللي هتكسر الدنيا في السوق؟ بصي، هو عشان يعني قدر الناس كل حقها، احنا الحمد لله تيم كبير، يعني معانا ما شاء الله تيم كبير بنات كلهم، وبيبقى في ديزاينز طبعا بنات عشان خاطر ذوق البنات مختلفه طبعًا. طبعا مثلا بالظبط، يعني انا ذوقي غير ذوق ساره، غير ذوق اني واي، كلنا واحده، يعني كل واحده فينا ليها شخصيه غير الثانيه. عشان كده احنا يعني تيم مع بعضه، بنختار الموديلات بعنايه يعني الحمد لله، وبنحاول زي ما انت قلتي كده بالظبط ان احنا يبقى نوعا ما ترندي، ويبقى ان احنا بنخاطب العالميه اللي هي الاكثر انتشارا، كبير ان احنا نجيب حاجه كواليتي حلوه واسعار. يمكن نفس الكات ويمكن نفس البرنت، يعني لدرجه نفس الكات ونفس البرنت، اطلع لك موديلات بالظبط نفس الكات نفس البرنت باسعار قليله جدا. الكواليتي يعتبر احسن الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. بلس ان الاسعار برضو هي مفيش مقارنه، احنا بنقارن مثلا افريج ربع السعر بالظبط. مظبوط، ويمكن اقل. ليه؟ زي ما قلت لحضرتك، لان احنا يعتبر الايد الاولى، يعني زين دلوقتي هو الايد الاولى، يعني احنا مش بناخد حاجه غير من بره، يعني بنجيب الحاجه من اولها. فده بينعكس على ان احنا بنودي البرودكت بتاعنا للاند يوزر على طول. مفيش يعني الجاب دي كلها بتضيع، فبتلاقي السعر قليل خالص والكواليتي الحمد لله بتبقى عاليه. انا عايز اعرف حاجه دلوقتي، الكوليكشن بتاعك انت بتبتدي الكوليكشن الصيف وبعدها على طول الشتاء، ولا مثلا في الصيف ممكن ينزل اكتر من كوليكشن مثلا؟ لا بينزل على طول، احنا يمكن كل اسبوع كل اسبوع بننزل كوليكشن جديد. حلو قوي طبعًا. احنا محتاجين نروح بعد الحلقه نتفرج. طبعا الاماكن بتاعه الستورز بتاعتك فين؟ احنا اول فرع بدانا فيه كان في المنصوره، والحمد لله احنا الفرع بتاعنا فرع كبير، يعني احنا في المنصوره الحمد لله. عارفه المنصوره برضو الحمد لله سنتر للدلتا كلها يعني. والقوه الشرائيه هناك كبيره جدا الحمد لله. الحمد لله، وبيجي لنا بقى ناس من حوالينا، يعني بيجي كل الدلتا الحمد لله بفضل ربنا. فخدنا مكان تاني كمان في المنصوره ما شاء الله. الفرع الحمد لله 1000 متر، فده بيخلينا ان احنا بنقدر نعرض الكوليكشن بتاعنا كله. اوكي، مساحه كبيره جدا. طبعا الحمد لله الحمد لله. انت كده بقى بتنافس فعلا البراندات العالميه، يعني هو مش مجرد كلام، انت بجد بتنافسهم. بنحاول ان احنا نعمل كده يعني، ويمكن ده اللي بيعطلنا ان احنا ننتشر في فروع اكتر. أوكي. لان مش بنلاقي المساحات اللي احنا عايزينها في اللوكيشنز اللي احنا عايزينها بالظبط يعني. هو ده اللي ممكن بيخلينا مثلا احنا الحمد لله الفرع الثالث بتاعنا في الزقازيق. اوكي، وبس احنا بنوصل اونلاين في كل حته في مصر الحمد لله. حلو قوي. طبعا عندنا الويب سايت بتاعنا وفي اونلاين طبعا طبعا طبعا. اوكي، كمان لينك صفحه اكيد طبعا. كل ده هينزل على الشاشه وكله طبعا طبعا. تمام، حلو قوي. كل ده هينزل على الشاشه عشان لو حد حابب يتواصل مع براند زين او مش قادر ان هو يروح المنصوره او الزقازيق، فتقدروا تطلبوا ده من خلال الاونلاين. وانا برضو كنت حابب اضيف حاجه. انا كنت حابب اضيف نقطه بسيطه. احنا الحمد لله احنا عندنا الشوروم بتاعنا مكتب جمله. حلو قوي. حد عايز ستارت يعمل مشروعه تحفه. حلو قوي. لانه لو حد حابب مثلا ان هو يعمل اللوكال براند بتاعه، احنا بنصنع للغير عادي برده. اوكي، حلو قوي، مش اي مشكله. انتوا عندكم مصنع يعني؟ انت الحمد لله عندنا من الامكانيات ان احنا ممكن كمان نعمل، يعني اي حد عايز يبتدي او ستارت اب او عايز يعمل اللوكال براند بتاعه يقدر ان هو يشرفنا. طيب احنا عايزين حاجه حصري اللي هي وشطارتها، لو بنت بتعرف تصمم كويس جدا، ولكن عايز حد يبوش ليها في الاول ويساعدها. احنا ان شاء الله معاكم
واي حد فعلا عايز يبتدي ان شاء الله يشرفنا في مكتبنا في عباس العقاد، وباذن الله حد شيء حاجه يا جماعه، مشاريع جديده بتتفتح. طبعا طبعا حلوه قوي حلوه قوي. بشجع البنات بيخلوهم ازاي يعملوا براند لو عندكم بالجمله او عايزين تعملوا تصميم معين هو هيساعدكم. بالظبط. وهو بالزبط. كمان بيبيع حاجات حلوه قوي يا تحفه، كل الاذواق في دريسز وفي سوتس وفي شميزات وفي كل الحاجات اللي احنا بنحبها. يعني انا ما بحبش فساتين، هي بتحبها، هي انا بحب على العكس. واهم حاجه ان هي ماتريال عاليه جدا في نفس الوقت سعر قليل جدا مقارنه بالخامه، يعني هي بجد بتنافس البراندات العالميه. يعني باذن الله احنا بنطور اكتر في الصناعه، لان احنا دلوقتي مثلا تعتبر دي ثالث سنه لينا بس في الصناعه. وان شاء الله ان شاء الله رب العالمين احنا ايمنج ان احنا ننتشر في مصر كلها. و مبسوط والله ان انا معاك. ان شاء الله ان شاء الله بجد احنا عجبنا جدا، احنا عجبنا جدا. يعني احنا هنخلص الحلقه وهنشتري على طول. انا بشكرك جدا استاذ زين، البراند حلو قوي. يس. وفرحانه ان شطارتها كانت ان هي تبقى القوه الشرائيه الاكبر، وان حتى الرجاله بيعملوا براندات باسمنا وعشاننا باسم الستات. وعنده واحد جالي عشان برضو الناس تتفرج علينا في الجالي، ولكن المين هو حاجه حليم. الستات 90% 90% القوه الشرائيه الاكبر. بشكرك جدا، ربنا يخليك. ميرسي يا روح. بشكرك جدا، حلقتنا خلصت النهارده. خلونا كده نقفل حلقتنا بان هي شطارتها، وان كمان شطارتها ان في رجاله ممكن ان هم يعملوا براندات، وناس بتسبورت الستات، بتحب ذوقهم، بتحب ان هم يعملوا لهم حاجات مختلفه وماتيريال مختلفه، وبتوصل لكل حته انتوا عايزينها.